على بعد أيام من الدخول المدرسي تبدأ الاستعدادات لاستقبال الموسم الجديد. هنا بالسوق الجوارية ببومرقد بولاية برج بوعريج يستمر معرض بيع الأدوات المدرسية الذي نظمته مديرية التجارة بمشاركة المنتجين وتجار الجملة. تم تنظيم هذه الأسواق الجوارية تزامناً والدخول المدرسي 2024-2025، وهذا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. رانا نحلو من 8 تاع الصباح ل 8 ونص تاع الليل، وهذه بالنسبة للأيام الأولى فقط. الأيام الأخيرة راح نستمر تما نزيدوا ساعات أخيرة لقرب الدخول على حسب تما العمال اللي يخرجوا على الخمسة الستة كل واحد وكيفه. منتوجات محلية ذو جودة ونوعية وبأسعار مناسبة يقتني من خلالها المستهلك مستلزماته مباشرة من المنتج. الانطلاق الفعلي لهذه المعارض في 20 أوت الماضي وراح تستمر إلى غاية بعد الدخول المدرسي، وبالتالي تمكن كل المواطنين وكل أولياء التلاميذ من اقتناء أدوات المدرسية بأسعار قلنا من المنتج مباشرة إلى المستهلك، يعني راح تكون أسعار جد موضوعية، يعني تخفيضات راح تكون عبر هذه الأسواق، وبالتالي احنا ندعو جميع أولياء التلاميذ باش يلتحقوا بهذه الأسواق لاقتناء الأدوات المدرسية. أسعار في متناول الجميع. عندنا المعازر هي من منتج للمستهلك ديركت، تكون ديركت البري تاعها يكون 50,000. عندنا محافظ ثاني بسعر ثاني مغري ب 60,000 اللي هي 600 دينار جزائري، وعندنا مقلامات كما راكم تشوفوا فيهم ب 100 دينار جزائري. المعرض الذي تستمر أبوابه مفتوحة إلى ما بعد الدخول المقبل تتوفر فيه أيضا الكتب المدرسية بأسعارها المقننة وتتنوع فيه المنتوجات. حتى في هذه المعارض راه هناك الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيه، راح يكون الكتاب المدرسي متوفر بالاسعار المقننه، يعني راه متوفر على مستوى جميع نقاط البيع على مستوى الدوائر اللي نظمنا فيها هذه الاسواق. وفره ما يخافوش منها ان شاء الله، كاين الكتاب وفره وان شاء الله الناس الكل تستفاد والناس الكل تشري الكتب لاولادها. معرض بومرقد ليس الوحيد في ولايه برج بوعريج، بل ثمه 7 نقاط اخرى ومثلها في باقي ولايات الوطن، ما سيسمح بتوفير المنتوجات وبالأسعار المناسبة لأجل دخول مدرسي في أحسن الظروف.